السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحبي في الله في قناتكم مدونة حبيب. للمعلومات لا تنسى اشتراك في القناة وتفعيل الجرس يصفق الجديد. 200,000 حاجب لي من منتوج من علي اكسبريس. خاوتي دوكا ندخلوا إلى الموقع علي اكسبريس نشوفوا شحال جيب لنا 200,000 من المنتوجات من علي اكسبريس. تابع هذا الفيديو باش تفهم ليه. خدم على روحك خاوتي، والتجارة الإلكترونية خاوتي راه فيها دراهم كبار. عرفتوا خاوتي؟ هاي تكونوا على بالكم خاوتي. تسجل في علي اكسبريس طريقة سهلة عن طريق الفيسبوك ولا عن طريق جيميل كما حبيت. المهم قبل شراء خاوتي لازمك تبدل العملة. تبدل العملة، إلا كنت تخدم بالدولار ديرها بالدولار، ولا كانت بالأورو ديرها بالأورو. فهمتوا خا بال عفوا، إلا كنت تخدم بالأورو خليها بالأورو، إلا كنت تخدم بالدولار خليها بالدولار. فهمتوا خاوتي؟ المهم حنايا نديروها بالدولار، أغلبية الناس يخدموا بالدولار. دوكا خاوتي نختاروا الدولار الأمريكي، نديروا الحفظ. نعطيكم طريقة كيفاش تشرو من علي اكسبريس، وكذلك نشوفوا التخفيضات اللي تساعدنا ونجيبوا المنتوجات بسوما رخيصه ونعاودوها للبيع. فهمتوا خاوتي؟ ايوا درك تتبع معايا فيديو باش تفهم مليح. نعطيكم استراتيجيه باش تخدم بها. كما هذه الساعه خاوتي، نشوفوا هذه الساعه خاوتي، وكذلك نشوفوا بعض المنتوجات اللي الناس يحتاجوهم. فهمتوا خاوتي؟ ما تجيبليش منتوج ما عندوش كاع معنى ولا ما يحتاجوش الناس تجيبو. لا خاوتي، لازم تجيب المنتوجات الناس اللي تحوس عليها، كما هذا الضوء، كما هذا الليل. فهمتوا خاوتي؟ كما السماعات، هذو سماعات راه مداني تخفيضات خاوتي، راه مداني تخفيضات. كما هذه الساعة خاوتي، نشوفوا المنتوجات، بعض المنتوجات خاوتي شوفوا معايا مليحة، كاع باطل خاوتي، راه مداني تخفيضات باطل. ها وكذلك حتى الشحن، كاع المنتوجات راها رخيصة، ها ب60,000 ب70,000 ب10,000 ب15,000 20,000 25,000 30,000 40,000 50,000. فهمتوا خاوتي؟ ها كيما هادي انتي صابر، شوفوا معايا مليح، شوفها تقدر تخدمها على روحك وتجيب ضمون ديال قاشي عادي. كيما هادو سماعات، دوك نشوفو قاع المسماعات شحال يديرو بالدينار الجزائري باش تكون على بالكم خاوتي. نقول لكم نصيحة من عندي، اخدموا بطاقة وايز، خايم بطاقة بيبل، وايز خايم من بيبل. دوكا خاوتي نشوفو بعض المنتوجات. مثال عندنا هذا المنتوج خاوتي راه يدير 0.49، معناها تقريبا قول 10,000 حتى 15,000. حسب الميتر، كل ما زيد الميتر خاوتي راه يزيد. شوفوا معايا مليح، ها مثال نديرو تاع 15 متر، هو عندنا 4.80 دولار. حنا نديرو تاع 2 متر، ها هي شوفوا معايا مليح، نختاروا اللون مثال هذايا ونشوفوا شحال راه يدير. نديرو الشراء ويعطينا كاع كلش. شو معايا مليح، ها 2 دولار، معناه حوالي ب40,000، حنا نديروها 42,000. شوفوا معايا مليح، ها ب40,000 ولا 42,000. شوفوا معايا مليح، حسبوا معايا مليح شحال جيب لنا 200,000 من المنتوج. شوفوا معايا مليح، شوفوا معايا مليح، قلنا هذا 40,000. معليش نشوفوا هذا السماعات، سماعات خاوتي شحال دير؟ 1.64، معناها تقريبا بدراهمنا خاوتي قول كما نقول حنايا 28,000، حنا نديروها 30,000. هذو سماعات خاوتي 30,000. نشوفو دركا نديرو الشراء، يعطونا كاع المجموع. هاي خاوتي 1.64,000، عفوا 1.64، معناها تقريبا نقول ما بين من 25 حتى 28، حنا نديروها 28. ايوا تبعوا معايا مليح. نشوفوا هذه الساعة، الساعة هذه خاوتي راه دير 1.49 دولار. نختاروا أي لون خاوتي، مثال نختاروا اللون أكحل أو أسود، نديروا الشراء.
هنا يا خاوتي شحال دير؟ شوفوا الشحن شحال راه يدير الشحن، شفنا الشحن خاوتي. ما هوش داير خاوتي الشحن. خاوتي الشحن هو 2.84، معنا تقريبا 60,000 الشحن. هذه ما نديروهاش خاوتي، نختار هذا خاوتي. الشاحن هو 0.21. هاو الشارجر خاوتي، نختار هذا اللون، نديرو شراء. هنا يا خاوتي هو راه يدير الشارجر خاوتي شحال يدير؟ 0.68، معناه هذا تقريبا قول 12,000، سما 12,000، 15,000، 16,000. فهمتو خاوتي؟ هذا الشارجر. مالي نشوفوا هذه انتصابل، هذوما نختاروا اللون والحجم خاوتي. هنا يا خاوتي يدير 1.35، وكذلك الشحن هو 0.87. نديرو شيء الان يعطينا كاع المجموع لهذا. هذا يا خاوتي يدير 40,000. نشوفوا هذا ثاني سماعات، راه يدير 3.46، الشحن مجاني. نديرو شراء خاوتي. هنا يا خاوتي شحال راه يدير؟ تقريبا 3.39، معنا حوالي ما بين 65 67 في الجوايه. نشوفوا من اخر كذلك. هذو سماعات خاوتي، هذو سماعات راهم يديروا هنا في الجزائر خاوتي تقريبا 200,000 حتى 300,000. دوك نشوفوا هنا شحال راه يدير. يدير 4.13 هذو سماعات. نشوف منتوج اخر خاوتي كذلك، هذو ثاني شحال يدير هذا يا خاوتي؟ 3.82 دولار. هذو مسماعات خاوتي، هاهم مسماعات، شفتو معايا مليح؟ ها نديرو الشراء، نشوفو المجموع شحال راه يدير خاوتي. شوفو معايا مليح، 3.74. نشوفو منتوج اخر كذلك، هاهما نختاروا اللون، هاهما خاوتي 3.50. نديرو الشيء الان نشوفو المجموع شحال خاوتي هنايا، 3.43. درك نشوفو خاوتي مليح، درك نجمعو هادو كاع المنتوجات ونشوفو شحال طحنا بيدينا الجزائري. عندنا شحال من منتوج خاوتي؟ 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، عندنا 8 منتوجات. دوكا نحسبو وقولو معايا مليح، نحسبها بالدولار عاود نحولوها بالدينار الجزائري. هنايا خاوتي شحال عندنا؟ عندنا 2.06 زائد 1 شحال خاوتي هنا؟ قلنا 1.64 زائد 0.68 زائد 2.16 زائد نديرو 3.39 زائد 4.13 زائد 3.74 زائد 3.43. تحتنا 21 دولار، معناها 21.23. دوك يا خوتي نحسبوها، نديرو ضرب في 22.5، طحنا خوتي شحال؟ 477,500. معنا هذم 8 منتوجات خوتي، هذه 8 منتوجات خوتي طحونا شحال؟ 477,500. معناها نجو نشوها في الجزائر طحنا اكثر، بلي طحنا يا ربي خاوتي طحنا تقريبا 1,000,000 و1,100,000.
ولا 800 ولا 700 ولا شحال، صافي معناها 20 هم شحال 477 ونص، معناها قلنا تقريبا 200. انا زدت هذوما خاوتي باش فهمكم مليح، معناها راهم دايرين تخفيضات خياليه، تخفيضات خياليه، فهمتوا خاوتي؟ هنا في الدزام ما تلقاش الاسعار، ما تلقاهمش في الدزام، ما تلقاهمش جامي، تلقاهم في الدزام جامي، تكونوا على بالكم. كيفاش تحسب السعر نتاع الدولار؟ مثال هذا الكيتمان شحال يديروا؟ هذا الكيتمان يديروا 204، مثال شوفوا معي مليح باش نفهمكم. مثال عندنا 14، مثال عندنا 4 في 13، نضربوها في خاوتي 22.5، شحال جاتنا؟ 92، معناها تقريبا نقول 93000، معناها 93000. هذا الكيتمان خاوتي شحال جاونا؟ 93. انت شحال تبيعها؟ انت تبيعها 240، 240 وتنقص منها، تنقص منها اللي شاد بيها، مثلا نقول حنايا 93، شحال الفايدة خاوتي؟ 69000. خير وبركة خاوتي، خير وبركة، غنفيد كيتمان 69، كيما كنا نديرو، كيما نخدمو خاوتي. وكذلك روج، افتح صفحة، افتح جروب، بارطاجي باش الناس يشرو عليك، باش الناس يشرو عليك خاوتي. هذه تجارة إلكترونية، باش تبدا بحياة قليلة، ومن بعد نهار تجيب أرباح، من بعد كبر المشروع نتاعك. هذا هو خاوتي باش تبدا في هذا المجال تاع التجارة الإلكترونية. هذو هما الشباب اللي خاوتي اللي مساكين اللي ما عندهم لا خدمة لا والو ولا قارب عليه، يخدم هذه الخدمة إن شاء الله، وربي يوفق إن شاء الله بالجميع. وكاش حاجة ما فهمش ولا ما عرفش ولا ما عرفش كيفاش يبدا ولا جاتو صعوبات، يتواصل معنا باش نزيد نفهمو ونشجعوه. وهذه يا خاوتي عجبكم هذا الفيديو، ما تنساوش بالاشتراك وخاصة تبع الجرس باش يوصلكو جديد. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.